من الإقليم وبغداد تنضم إلينا شبكة مراسلينا للحديث عن آخر مجريات العملية الانتخابية من أربيل مشرق المنصور ومن السليمانية حسام الكعبي ومن دهوك محمد سالم ومن بغداد علي أسد. مرحبا بكم. أبدأ معك مشرق، يعني كنت حاضرا لمؤتمر مفوضية الانتخابات، ما أبرز ما جاء فيه؟ نعم، قبل دقائق من الآن وفي هذا المكان الذي أنا فيه عقدت لجنة انتخابات برلمان إقليم كردستان، وهي المسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات، انتخابات برلمان إقليم كردستان السادس، مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن نسب المشاركة في أربيل وفي كافة مدن إقليم كردستان، بالإضافة إلى المدن التي شاركت في التصويت الخاص خارج إقليم كردستان، وبلغت نسبة التصويت بشكل عام في إقليم كردستان 97%، وكذلك في أربيل 97%، وسجلت في مدن أخرى نسب أقل ونسب أعلى، لكن المعدل هو 97% نسبة المشاركة. معي الآن الدكتور أيسر ياسين، وهو الناطق الرسمي باسم لجنة انتخابات برلمان إقليم كردستان. دكتور، ما هو ملخص عملية التصويت الخاص التي جرت اليوم من 7 صباحا وحتى 6 مساء؟ نعم، هو بدت التصويت الخاص في 7 صباحا لغاية 6 مساء في جميع محافظات إقليم كردستان والثمان المحافظات الأخرى الذي كان فيها التصويت الخاص، والذي كان عدده 165 مركز اقتراع، والذي يتضمن 749 محطة، وانتهت الحمد لله بشكل جيد جدا، وأرسلت النتائج إلى القمر الصناعي وانتهت كل الأمور بشكل جيد. ماذا عن النتائج؟ متى تعلن؟ وهل هناك سجلت قروقات شكاوى خلال العملية الانتخابية في أربيل وفي عموم الإقليم؟ إعلان النتائج بعد ما تنتهي العد الفرز الإلكتروني بالسادسة مساء، راح يكون هناك جهاز بيكوس راح يسحب التقرير النتائج ويعطي للكيانات السياسية والوكلاء الكيانات السياسية. أما بالنسبة للخرقات فهذا إن إجراءات المفوضية بالنسبة للخرقات والشكاوي يتضمن الإجراء هو أخذ المشتكي استمارة 110 في المركز الاقتراع، وهذا الاستمارة راح يكون في ظرف A5، ومن ثم تضع هذا الظرف A5 بعد غلقها في صندوق خاص للشكاوي، وبعد انتهاء عملية العدل الفرزي وجميع العمل في داخل المطار سوف ترسل هذه الصناديق إلى المخازن، وهناك لجنة الشكاوي خاصة تقوم بإسلام هذه الاستمارات والنظر فيها. نعم دكتور، يعني ما تسلمتوا شكاوي لو استلمت؟ راح نستلم هالليلة إن شاء الله ويا المواد صندوق الشكاوى. نعم. ماذا عن المجلس القضائي الذي يعمل مع المفوضية؟ هل هو مشرف قضائيا؟ ما هو دوره بشكل عام يعني؟ نحن عندنا حسب مثلا يصير نعنا لجنة شكاوي خاصة بهذا الموضوع مشكلة في المكاتب المحافظات، وكذلك هناك شعبة الشكاوي التي تنظر في هذه الاستمارات. أكثر مدينة شهدت نسبة تصويت وأقل مدينة؟ أكثر مدينة هو دهوك 98%، وأقل نسبة هي في واسط 4%. مفاجآت التصويت، خروقات، أشياء من هذا القبيل، أشياء خارج يعني السيناريو المتوقع؟ أعتقد أن هذا الانتخابات كان انتخابات جيدة جدا بشكل جيد، يعني كانت الأمور الفنية والتكنيكية كلها جيدة جدا، ولم نلاحظ أي خروقات أو أي شيء من هذا القبيل. بعد 24 ساعة من التصويت العام ستعلن النتائج الأولية؟ مو بعد، خلال 24 ساعة. في انتخابات التصويت العام خلال 24 ساعة. دكتور أيسر شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. نعم، كان معنا دكتور أيسر وهو الناطق الرسمي باسم لجنة انتخابات برلمان إقليم كردستان، وهي اللجنة كما ذكرت مسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات. الكل هنا مراقبي الكيانات السياسية، مراقبو الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كانت لنا لقاءات معهم، كشفوا وأكدوا أن الانتخابات هذه التصويت الخاص قد مر بسلاسة دون مشاكل تذكر، وكذلك فإن الأجهزة عملت بشكل صحيح ولم تشهد تعطل أجهزة، وكذلك الكاميرات المثبتة وهي أول مرة تثبت في انتخابات إقليم كردستان بحسب المفوضية وبحسب المراقبين فإنها عملت بشكل جيد. طبعا كما علمنا أنه محطات الاقتراع الآن الموظفين التابعين لكوادر المفوضية يعملون الآن على العد والفرز الإلكتروني واليدوي.
نعم يعني يجري الآن حاليا. نعم أنتقل إلى الزميل محمد سالم من دهوك. يعني محمد، كما تابعت الآن رئيس لجنة انتخابات إقليم كردستان تحدث عن نسبة المشاركة في دهوك والتي بلغ 98%، كيف تابعت هذه النسبة وإن كان هناك لديك أي تحديث؟ نعم، يعني حقيقة في محافظة دهوك افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحا كما هو الحال في جميع المحافظات، لكن ما شاهدته في محافظة دهوك أن يعني الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية كانوا متواجدين في الطوابير أو بالقرب من المراكز الانتخابية حتى قبل الساعة 6 صباحا. حقيقة الساعات الأربع الأولى من صباح اليوم شهدت إقبالا كبيرا جدا على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية وزارتي البشمركة والداخلية، وكانت حقيقة يعني ما ساهم في يعني وصول نسبة التصويت في دهوك إلى أكثر من 98% هو الانسيابية في عملية التصويت، انسيابية دخول المصوت إلى المركز ومن ثم إلى المحطة ومن ثم الإدلاء بصوته والخروج في مدة لا تتجاوز الدقيقة إلى دقيقة ونصف. أيضا يعني كان هنالك تنسيق عالي جدا في نقل وإيصال الناخبين إلى مراكز الاقتراع، حقيقة الكل كان متعاونا في هذه العملية، الكيانات السياسية سواء من مراقبي الكيانات السياسية أو حتى منظمات المجتمع المدني لم تسجل يعني خروقات تذكر في دهوك، لا توجد أي خروقات داخل المراكز الانتخابية أو المحطات الانتخابية، فقد كان هنالك عطل لجهاز واحد وتم تلافي الموضوع واستبداله في الحال. يعني مكتب انتخابات دهوك وحتى مراقبين ومنظمات أكدوا لنا أن ما جرى اليوم في دهوك لم يجري سابقا في أي مكان وأن النسبة هي الأعلى على تاريخ انتخابات أقليم كردستان، وأعلنوا النجاح تام لعملية التصويت الخاص في محافظة دهوك وكذلك في محافظات الأقليم الأخرى. نعم نعم محمد، دعني أنتقل إلى الزميل حسام الكعبي. حسام، كيف هي الأوضاع الآن في سليمانية؟ ماذا بعد عملية الاقتراع وكيف تابعت نسب المشاركة؟ نعم رويدة، يعني لازلنا نتواجد في المركز المخصص للوسائل الإعلامية، طبعا هذا المركز ومركز آخر أيضا قد زرناه في الساعات السابقة. طبعا لا زالت الوسائل الإعلامية والمنظمات المراقبة للانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان تتواجد في هذا المركز، إضافة إلى الموظفين في المفوضية الذين يقومون الآن بالعد والفرز اليدوي. طبعا هذا العد والفرز اليدوي هو يطابقون يدويا ما خرج عن الأجهزة إلكترونيا، بالتالي قبل قليل تحدثنا مع مشرف إحدى المحطات قال إن إلى هذه اللحظة تم عد والفرز يدوي وتم مطابقة الأوراق، أعداد الأوراق الموجودة في صندوق الاقتراع مع ما خرج من نتائج عبر الجهاز متطابقة 100%، لكن الآن هم يقومون بالعد والفرز الخاص بالأحزاب، أصوات يعني الأحزاب، لذلك العملية لا زالت تسير هنا في محافظة السليمانية. جميع المحطات الآن يجرى بداخلها العد والفرز اليدوي. رويدة، صارت العملية اليوم مع يعني افتتاح مراكز الاقتراع عند الساعة 7 صباحا إلى غلق محطات الاقتراع وهو غلق إلكتروني الساعة 6 مساء، صارت العملية بشكل انسيابي و لم تحدث ربما بحسب متابعتنا وبحسب المفوضية هنا في السليمانية لم تحدث أي مشكلة فنية فيما يخص الأجهزة، إضافة إلى لم يحدث هنالك أي خرق أمني. المفوضية والأجهزة الأمنية ربما سجلوا إنجازا في هذه الانتخابات وهي تحضيرا للانتخابات بعد يوم غد الأحد وهو التصويت العام الذي سيحق لأكثر من 1,800,000 مواطن من السليمانية يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته 6 يا رويدة. نعم حسام، أنتقل للزميل علي أسد. علي، ضعنا في آخر تحديث ما بعد عملية الاقتراع، إضافة إلى أن يعني كيف هي نسبة المشاركة، كيف تابعت نسبة المشاركة وكيف أيضا جرت الأمور في بغداد؟ نعم علي.
نعم ربما